بارك الله فيك يا أخي، سلمنا على العروسة تاعك هذه يا أخي، ربي يبارك لك فيها وربي يكبرها في عزك إن شاء الله. وعندي واحد النقطة ثانية نقولها للإخوة اللي راهم رايحين يزكيو، باسكو على بالي باللي كاع لاباس بكم. أنا والحاج حنا الفقراء في العالم، دوك يا أخي شوية برك 2% موامام، أنت راك لاباس بك شيخ، الزكاة ما تنساش روحك. راهم قالوا باللي هذا اليامات 80 مليون، إلا راك عندك 80 مليون راه يطيح لك يا ربي واحد 100 ألف ولا 120 ألف، اتصل بالحصة. وش الرأي تاعك الحاج على المناورات الرد؟ باسكو كاين واحد الناس حبوا يصطادوا في المياه العاكرة، منهم شاكرة هذاك خرج لنا بالفيديو هذيك يعبد في الماريكان وقال لك قوة عظمى وواحد ما يقدر لها وكدايا. قالوا لك يا أخي الكريم راح تعيش في الماريكان، ترك في غيبة الجب نتايا، اكو قاعد تاكلوا في الكتلة والجيفة. الحاج وش رأيك ما هذه الأمور هذول لما يصير؟ اجتمع فينا الحاج زهير تسمع في لا فرونسي؟ انا مانيش نسمع جماعة، مانيش نسمع. اجتمع فيها تيكو، انا نسمع، انا كتسمع في لا فرونسي؟ انا نسمع فيك. هاي طيب يا الحاج برك، وقيل ما وش يسمع فيك نحي الحاج. انا الكتاب. انا يا اه موسى تسمع؟ اني هبطت دوك يا عودي، يطلع بالك يا عودي يكون. وش رايك في بارك الله التحركات في الحاج. الصين بالذخيرة الحية؟ يعني راه مزرب على تايوان كامل. لا لا الحاج ما كانش يسمع، كان عنده بروبليم دو كونيكسيون. الحاج كنا نحكيه على الشيء اللي قاله عرف مشاكرة، على انه امريكا لا يجب اللعب مع امريكا، والعكس الشيء اللي قاله مشاكرة هو مغالطة وهو العكس تاع الصح، لانه قلنا وما زلنا نقولوا ونبقاو نقولوا باللي الصين لا يجب العبث مع الصينيين اقتصاديا عسكريا امنيا، حتى في مسألة الثقة. الناس هذو اذا كان عطاو لك كلمة روح مهني، لانهم هذو الناس اوفياء للعقيدة تاعهم والامورهم الشخصية. احنا الدليل، خير دليل على انه احنا ما نخافوش من امريكا، كل الدول الخاضعة والخانعة طبعت علاقتها مع تايوان يعني في 12 سنة السابقة. هذه الشمطاء اللي راحت شفنا كيفاش طردوها من الصين في 91، يعني في الثورة تاع الطلاب اللي في 91 صارت ثورة، وصارت يعني حراك كبير في الصين، ومن الناس اللي حركوا الطلبة في لودي. تيغتاك بيسك لادمينستراسيون لادمينستراسيون امريكان كي ني با لادمينستراسيون بايدن كانوا ضد هذه الزياره، ولكن هذا الشنطه اللي في عمرها 82 سنه بالمناسبه، لا جيرونتوكراسي، حنا يديروا يهضروا لنا شيوخه، بصح هما شيوخه معليش، سي لو تروازيام بيرسوناج دو ليتا مور البريزيدون ولا فيس بريزيدونت اللي راهم يوجدوا فيها. راني درت لكم تويت دون سو سونس بلونجلي باش الناس تفهم كاع عليه في التيو. راهم يوجدوا في هذيك الكحلوجه كيما اوباما. المهم هاد الهده اللي اندارت هادي ما طارتش وحدها، باسكو قبل ما تطير هي طاروا العسكر وداروا ريكونيسونس اكسيتيرا وراحت بالاسكورت، دونك يتسمى ما راحتش هكذاك برك من فارغ. يعني يقولوا باللي راهم يحفروا البايدن، هذه هي راهم يحفروا له حفره كبيره كيما نقولوا، ولازم باسكو هذا الانسان مهبول. مي الناس اللي راهي تشوف حاليا الناس اللي داو الجنسيه الفرنسيه ولا الجنسيه ما على باليش وشنو، وراهم يشوفوا في امريكا قوه عظمى، انتوما عبيد، انتوما عبيد وتقعدوا عبيد طول حياتكم تعبدوا الاوكسيدون، انتوما ما عندكم حتى ثقافة، ما عندكم حتى عقيدة، ما عندكم حتى منين جايين ما على بالناش، باسكو تشوفوا الشيطان توجور مليح، الشيطان توتوره لنا في صورة جميلة وبديت تضحك وزعما شغل. نقول لك واحد الكلمة، لاشين لو كانت تقرع
عظم الله أجر البشرية هذه. الأمريكان لك خالع بها روحك، راهي عندها تريليونات دولار تاع الليدات، راهي الانفلاسيون، راهي الناس تمشي بالفونطاني لتما. دونك حكايتك ديرها في ساشي، وقبل ما تهضر على حاجة لازم تكون تعرفها. حنا نقولوا باللي راهم يحفروا له والناس قاع على بالها. أتيجر هذه الشنطة، هذه بيلوتي، نقول للناس اللي ما يعرفوهاش، هذه راح عندها حساب قديم تحوس تصفيه مع الصين، لأنه هذه المرأة بالذات تم طردها في 91، طردوها يعني واحدة طردة شنيعة من الصين، وبقات يعني الحرقة في قلبها، وجا الوقت باش تنتقم. راهي ضربت عصفورين بحجر، راهي تحوس كيفاش توتر العلاقة بين بايدن اللي هو يمثل امريكا، لانه نقولوا الحقيقه، هو انسان داروا الجيش الامريكي، لكن كنتوا تقولوا لنا باللي الجيش والجيش دار رئيس الجمهوريه. في الامريكان بايدن شكون اللي جابه؟ ماشي الجيش، الجيش هو اللي جاب بايدن. دونك الدوله العميقه تحوس كيفاش توتر العلاقه بين امريكا باش تسقط يعني النظام الامريكي بالصين، لانه يعرف باللي الصين لو كانت تتحرك يسقط النظام في امريكا وتتشنتر الامور، لانه امريكا لو كانت توقف الامدادات نتاعها نتاع الامور التقنيه ورؤوس الاموال اللي راهم في امريكا، لو كان يخرجوا من امريكا تنوض حرب عالميه داخل في امريكا، يعني حرب اهليه لم يسبق لها مثيل. دونك الصين راح تبلع في الساعات القليله المقبله، راح تبلع تايوان. نزيد نمدو انفورماسيون اللي بالك ما لبالهمش الناس بهم. تصادموا زوج طيارة، قال لك صدام بين اوكس تاع لي زاميريكا وطيارة شينوا، يا ماشي هكاك يا في الحقيقة. ولكن الناس اللي راهم يحقروا في السلاح تاع لاشين راهم غالطين بزاف، وهذه هي تنتمي للديب ستيت، للدولة العميقة، وتنتمي لجناح معروف. دونك يعني رامي حفروا لهذا بايدن، ورامي يوجدوا في الكحلوشة اللي مو فيس بريزيدونت هذه، باسكو على بالكم لو كان يموت بايدن هذه تحكم لا فيس بريزيدونت، ومن بعد تقدر تترشح للرئاسيات، وتقدر حتى تدي زوج عهدات، يعني يقدروا يمشوا بها فين طويل عليا كحلوشة وكذا منها. يعني يقدروا كيما داروا بأوباما. اوباما الناس كاع ولات تحبوا النساء يتسرعوا في الطريقه، وطلع اوباما وطلع اوباما. من بعد كي طلع اوباما شافوه بلي سي ان اكزيكوتون، سي ان فالي، ما كاش واحد نيجرو كيما هو بومبارد لافريك والعمليات الخاصه وكذا، يعني ما عنده حتى علاقه مع لافريك، وما عنده حتى علاقه مع الكحل، سي ان اكتور. دونك لادمينستراسيون، انا درت لكم تويت تاع ريبريزونتون تاع لا ميزون بلونش، قال لهم احنا ما نديرو في الحرب تعقن، يعني تقريبا السيد راه يقول واقيلا غلطت المرة هادي كي راه عدل تما، بيسك السيد على بالو واش كاين. هذا لي ريبريزونتون تاع لا ميزون بلونش، يعني يهضر باسم لادمينستراسيون قدام لي جورناليست. دونك قال احنا ما عندنا ما ندخلو في تايوان ما والو، ما نحوسو الحرب مع لاشين. هي ما كانش حرب بين امريكا والصين، مستحيل هذا الشيء، هذا يعني ما كانش، ما اكزيستيش. لكن الصين رايحه تدي تايوان في الساعات القليله المقبله، وانتهجت نفس الاسلوب اللي انتهجه بوتين في اوكرانيا، بدات بمناورات. اليوم صبنا باللي هذه الطريقه لحشد الجيوش امام المناطق اللي رايح يتم ابتلاعها هي تبدا بمناورات. نعم، وفكروا في 99 هونغ كونغ هكذا سرطوها، بيسك هونغ كونغ ما كانتش تحت السيطرة تاعهم كي داوها في 99. دوكا راهي كيف كيف، هاك شي واحد يهضر على هونغ كونغ، دوكا داروا دي مانيفيستاسيون صوديت، صاحب يديروا لهم حراكة كيما في هونغ كونغ، زربوا عليهم، خطفوا الغاشي كاع، كل واحد صار في الى منزله وتحبس التم. وكو تايوان يسرطوا تاعهم لتايوان، تايوان تاع لاشين هادي، ماشي قال هضره برك. دونك يتسمى وشتو بالك الرئيس الصيني، وهذيك رسالة بالضحك، يعني دخلتك أنا
يشوف الجنود ويشوف وين يرقدوا ويشوف الماتريال تاعهم. ولا تيليفزيون شينواز يعني التلفزيون تاع الشناوة راهو يدير في لا بروباغوند دو غار ويوجد في الشعب. انا درنا لكم تويت كيفاش راهم يديروا في لا بروباغوند، يعني راهم يوجدوا في الغاشي للحرب. الصين لو كانت تدي تايوان 3 شركات أمريكية في تايوان تخسر في أقل من شهر 800 مليار دولار. دونك الحرب اقتصادية بامتياز، ما هيش حرب انت أراضي، لكأنه الأراضي الصين نهار اللي ما لقتش وين تسكب الشعب بتاعها راهي شريت أراضي من منغوليا. الناس اللي ما على بالهمش الصين شريت أراضي في منغوليا ولات نتاعها يعني، وبنات فيها يعني دي فيل وساكن فيها الشعب الصيني، يعني حاجة طبيعية. كان ما المفروض كاين مساحات لو كان عينها في التوسع وفي عينها يعني باش تدي تايوان كان قادر ما تشريش يعني بمبالغ يعني خيالية أكثر من 1030 مليار دولار تشري بهم أراضي من تايوان. كانت قادرة هذيك 1000 مليار دولار كانت قادرة تدي تايوان يعني ببلاش، وهذوك الأموال تستثمرهم في أمور واحدة أخرى. لكن المشكل في تايوان هو مشكل سيادة ومشكل اقتصادي. الصين راهي تمشي بخطة ثابتة باش ينهار النظام الإمبريالي في العالم. الناس اللي ما على بالهمش راهم يتكلموا على أمريكا شكون اللي يحرك فيها يا أوتشيلد. الصين أول من وقف في وجه هذه العائلة الصهيونية هذه وطردهم من الصين قبل روسيا. الصين حاوزت لي وتشيل من الصين. نعم دونك هذو الناس راهم يحركوا وما همش رايحين يقدروا، لانه ما بدي وتشيل راهم عارفين باللي لو كان الصين تستحوذ على الاقتصاد العالمي لو تشيل هذو راحين ينهاروا راحين يولوا متسولين. نعم، روتشيلد قالها في الغرفة المظلمة، قال لهم دينا ضربة ما نظنش نعاودوا نوضوا منها، وهاد الناس ما يتكلموش في الفراغ هكذايا، ووجدوا روحكم لا كريز ايكونوميك اللي راهي جاية باسكو سرا ملتي ديمونسيونيل. دونك الناس هادو اللي راهم يعبدوا في امريكا، سي سيتي با دي زانكولت، وكان يروحوا يشوفوا شو صاري في امريكا. ما تشوفش لي فيلم ومن بعد تجي تعشق في الماريكان وفي لي جياز. ما من تايا مثلي عشق في ناس واحد اخرين، عشق في المسلمين، ما على بالي ما تعشقش في الماريكان. بيسك الماريكان اليوم الناس قاع راهي تخدم باش تري بالامبرياليه العالميه هذه. دونك على بحنا على بالنا بلي راهم يحفروا البيضن، وديروا لنا الفار كيما درتوا لنا الفار سابقا، ما درتوش. رام يحفروا له تحت رجليه بيسك لادمينستراسيون بايدن وبيلوتزي هادي راهي مشنتر على بها، طولت الحكايه باش راحت. كان صراع يعني بالمواس خارجين، كانوا ناس رافضين وناس نافدين في الماريكان رافضين هذيك. دونك شكون اكتيف هاد العجوزه في اللي في عمرها 82 سنه اللي تصحى ساعه في النهار؟ شكون اللي قال لها روحي لتما؟ كاين جناح معين. هذه هي الحاج. واش التعقيب تاعك على الامور هذه؟ زاد طاح الحاج. وترامب اللي قال لهم، ترامب قال لهم المشكل نتاع بايدن هو الخرف ماشي كوفيد. يعني باش يخرج الرئيس السابق يتهجم ما شفناهاش ولا مره في التاريخ تاع امريكا. كاين واحد تحكي لي واحد تسجيل وقالوا لي صدام حسين او يهضر وكدايا، هادي الناس هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. بوتين يهضر مع صدام حسين ويسمعوا الناس في صدام حسين يهضر. كاين بزاف ناس اللي يقدروا يميتيو لافوا ولا يخدم لك باللوجيسيال ديسكور تاع صدام حسين. دونك صدام حسين ربي يرحمه شنقوه في العيد امام الملأ، احنا على بالنا باللي شنقوا هذاك ماشي فيلم. دونك اللي راهم يروجوا لهاد الترويج راكم على بالكم شكون، وراهم يدخلوا يديروا الفتنه بين الناس. توجور كيما العنصريه اكسيتيرا، يضرب هذا بهذا وهذا بهذا. دونك يفو با واحد يتبع الناس هذو. بايدن أيامه معدودة، تفضلوا الإخوة اللي حاب يتدخل تفضلوا.